استسلام أهل مكة. لما رأى أبو سفيان حجم جيش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل، علم أنه لا طاقة له بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق على الاستسلام. فذهب العباس بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم له مكة. فلما دخل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. رواه أبو داود وإسناده صحيح. ثم انطلق أبو سفيان واجتمع بأهل مكة وأخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طاقة لأحد به، وأنه لا نجاة لأحد يخرج من بيته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك لدخول مكة، وقال لأصحابه: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان.